مش عارفة أقول إيه، ده جزء من كل، يعني عايزة أقول سلام للرجالة، يعني تحية للرجالة وشكرا لأحمد اللي عمل التقرير الجميل ده. حاجة تستاهل، يعني حاجة تستاهل إن الواحد يتعب ويدور ويستنى. إحنا بقالنا وقت طويل جدا مستنيين عشان نعرض لحضراتكم الأجزاء ده، الأجزاء دي. أنا عايزة أقوله النهاردة بس وأنا بشوف التقرير ده، إيه هو تعريف الرجولة؟ يعني دايما يقولوا كده إيه، خليك راجل واشتغل، لأن الرجولة هي الإيمان بقدسية وقيمة اللي أنت بتعمله. ويقول دايما كده يتقال راجل عصامي، لأن الراجل يعني شخص بيعمل اللي هو عايزه بإيده، مش بيستنى حد تاني يعمله له. ويقولوا كده دايما راجل مؤمن، لأن الرجولة هو إنك تكون مؤمن بقضية وإنك تعيش عشانها. إحنا اللي إحنا شايفينه ده رجولة حقيقية حاصلة في بلدنا، وما هياش حكر بس على الجيش المصري ولا على الشرطة المصرية ولا على الرجالة، لكنها على كل شخص مؤمن بقضية بيغير بإيده، وكل شخص بيقدس اللي بيعمله.